الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أفاد مصدر مطلع بانخفاض عمليات تصدير المشتقات النفطية من منفذ طريبيل العراقي إلى الأردن، وقال المصدر إن منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن غربي الأنبار شهد دخول قرابة 50 شاحنة فقط محملة بالمشتقات النفطية قادمة من قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، مضيفا أن عدد الشاحنات كان يصل سابقا إلى 1500 شاحنة في اليوم الواحد. حذر خبراء اقتصاديون من الإجراء الحكومي الأخير القاضي برفع سعر صرف الدينار أمام الدولار، واعتبروه تخبطا في القرارات، وأوضحوا أن الإجراءات الحكومية لإقرار سعر الصرف ب 1300 دينار اتخذ لأسباب سياسية وليست اقتصادية، وهو ينسجم مع أسلوب الدولة الريعي لكسب رضا الناس، لافتين إلى أن إقرار الحكومة لهذا السعر هو نهاية اللعب الانتخابي على حساب السياسة النقدية والاحتياطي. وأشار الخبراء إلى خطورة هذا الإجراء بسبب الكلفة المباشرة التي سيتم دفعها مقابل تحسين سعر صرف الدينار، مشيرين إلى أن أحد العوامل التي ستنعكس سلباً هو تخفيض الإيرادات الحكومية المقومة بالدينار. أكد خبراء اقتصاديون عودة جمود بورصة ديالا من جديد بسبب التقلبات المفاجئة بسعر صرف الدينار أمام الدولار، وقال الخبراء إن سعر بيع الدولار لا يزال يتراوح من 1400 إلى 1450، لكن عملية البيع محدودة جدا ما أدى إلى أشبه بحالة جمود في مكاتب الصيرفة التي تشكل بورصة مالية في بعقوبة. وأضافوا أن عددا ليس قليل من المضاربين يحاولون عدم تحويل الدولار إلى دينار خشية خسائر مالية كبيرة بانتظار أي ارتفاع جديد قد يعوضهم بعض خسائرهم، مشيرين إلى أن ضخ البنك المركزي المزيد من الدولار مع ملاحقة المضاربين هو الحل الذي سيدفع سوق الصرف للانخفاض دون 1400، وهذا ما يعزز الاستقرار في الأسواق العراقية بشكل عام. أعلنت الهيئة العامة للجمارك في العراق ضبط 25 شاحنة تحمل مواد مخالفة للضوابط في المنطقة الشمالية، وقالت الهيئة إن قسم التحري في مديرية جمرك المنطقة الشمالية قام بضبط 25 شاحنة محملة بمواد غذائية وقواطع خشبية وصفائح زجاجية وكرانيت وسيراميك وأجهزة ومعدات وأفران ومواد منزلية ومواد إنشائية وآلات وأجهزة للتعبئة وأدوات احتياطية مستعملة مخالفة كلها للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة. خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3، مشيرة إلى تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية. وقالت موديز إن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية وتبدأ هذا الشهر كجزء من برامج صندوق النقد الدولي الجديد ستدعم توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة. هذا ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي على الرغم من الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري خلال الأشهر القليلة الماضية. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن. We'll be right back.
نهاية الموجز بأمان الله.